أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن علاقات الصداقة القوية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة مرتكزة على أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك، والتي تحظى بكل الدعم والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا سموه إلى ما أسهمت به الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في مجالات التعاون المختلفة وعلى وجه الخصوص الزيادة المضطردة في مستويات التبادل التجاري المشترك، منوها سموه بحرص مملكة البحرين على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات بما يفتح آفاقا جديدة ويخلق مزيدا من فرص التعاون الاستثماري والتجاري تسهم في إنشاء مشاريع استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بقصر القضيبية اليوم، معالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، حيث رحب سموه بالوزيرة ونوه بما وصل إليه التعاون القائم بين المملكة وجمهورية مصر اقتصاديا وتجاريا، وأهمية مواصلة العمل على تعزيز هذا التعاون ليشمل كافة المجالات للوصول إلى الأهداف المنشودة، لافتا سموه إلى أهمية استمرار تطوير قنوات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبها أعربت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن شكرها لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يليه سموه من اهتمام بدعم العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، منوهة بحرص بلادها على توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة ومواصلة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.